السلام عليكم. نتنياهو يدعو جميع الدول الراغبة في السلام إلى الضغط على إيران. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك لتتواصل بجديد الأخبار العاجلة والحصرية. دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدول التي تريد السلام في المنطقة إلى ممارسة الضغط على إيران. وقال نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، تحدث قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينتي ماكانزري يوم أمس أن إيران تخطط لهجوم آخر. هذا صحيح، هجمات إضافية، لكن إيران لا تهاجم فقط جيرانها ونحن، إيران تهاجم أيضا مواطنيها، وهذا أكبر نظام إرهابي في العالم بما في ذلك ضد مواطنيه. وأضاف نتنياهو، لهذا أدعو جميع الدول التي تريد تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا حول العالم إلى الضغط بشكل متزايد على إيران ودعم إسرائيل في أعمالها ضد هذا العدوان. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة والتعليق.